المخالف صبحي، طالبة ثانية تربية إنجليزي عام. بعمل شو وقت المشروع بدأ كهواية، بعدين قلت ليه ما طورش المشروع إنه بقى فكرة يدخل لي منها دخل. بدأت أجازة الترم الثاني في سنة أولى، يعني السنة فاتت بدأ المشروع وصل زي ما أنت حضرتك شايف كده. يعني بحب إن أنا أشتغل في كل شيء، يعني هواية جنب عندي ده كله شغلي، كله من أول حاجة خالص لغاية السيستة كله. يعني في ده الميداليات دي كمان كله شغلي طبعا. اهلي بيدعموني جدا في الموضوع ده، ماما دافعه جامد. قلت لي يعني ما اشغلش وقتي اللي انا فاضيه فيه دوام في مشروع حاجه استفيد منها. بعدين اقترحوا عليا اصحابي يعني ان انا ليه ما طورش الموضوع لمشروع. انا كنت في الاول بدأ هوايه، بعدين فتحت مشروع الحمد لله. يعني ده شغلي كله، بعمل ميداليات وبعمل مفارش وشنط ومقالم، وفي محاضرات في كوسترات اهي كمان، في حاجات كتير يعني مش حاجه معينه. وعملت قبل كده هدوم مش حاجات معينه. انا بنزل محل بنقي الحاجه اللي عاجبه، الخيط اللي انا محتاجاه والخامات المطلوبه وكده. يعني في حاجات بنزل اجيبها من القاهره، عشان يعني الجلد ده مثلا انا جايباه من القاهره، نزلت اجيبه من القاهره وبنقي. يعني في مثلا بعرف الخيط اللي مش كويس انا مش هستفيد بيه، والخيط الكويس بعرف اوظفه في المكان اللي هو يبقى حلو فيه. يعني ومين زباينك اللي بيشتروا؟ لا ناس كتير، يعني في موظفين وطلبة وقرايبي واصحابي، ناس كتير يعني على الفيس عاملة لي جروب، والناس تدخل عليه بتشتري من عندي.